في التقرير التالي نعود إلى مسرح الحادثة، حيث استشهد الأمنيون الأربعة. هناك بقيت الجدران والأنهج شاهدة على أطوار عملية إرهابية غادرة، رواها لكاميرا الأخبار شهود عيان عايشوها وتحدثوا عن تفاصيلها. هنا كان تمركزهم، كانت يقظتهم لتلبية نداء واجبهم. هنا في إحدى زوايا حي الزهور نالت يد الغدر رجالا مثلوا سدا منيعا لبلادنا، وجدوا بالأمس بهذا المكان ولم يبقى لمحبيهم اليوم إلا الوقوف على بقايا دمائهم التي لطخت الأبواب وبقايا رصاص اخترق أجسادهم واستقر على الجدران والسيارات. أحد الأجوار كان يسترق النظر لمعرفة ما حدث ليلة استشهاد رضا الشابي، علي الغضباني، نيفر العيادي وحاتم العجيلي، ويروي تفاصيلها. منكم أكثر من نص ساعة رفع الواحد، مع الناس كنت تتفرج، الناس كل خايفة لهنا مسرح كذا وطافي ما تمش حتى بشري هنا. تمل بعد النص ساعة، بعد كملوا إطلاق النار، تجمعوا غدكين وكانوا كل كلمة واحدة الله أكبر الله أكبر. وخرجوا غادي كي ضربوا اطلاق نار فوق الهواء، وشو معناها اللي جروا لحتي كان مش الحاكم، الحاكم كان كل يوم كان الحاكم يقول هذاك بالعكس. الشماريخ كانت سلاحهم للتمويه ولتغطية صوت الرصاص الحي الذي استعملته العناصر الإرهابية في محيط منزل وزير الداخلية. من هذا الزقاق أصيب وليد المنصوري عندما كان يؤدي مهامه، ووجد منفذه منزلا قريبا طرقه يطلب النجدة فكانت له. دخل الباب ومشيت لهلا كيف عاون الشرطة، مصاب في فمه في خشمه معنا، كيف حيط كيف يرتى لها دم على بدنه. حليت لي الباب رتحته هنا كيف كيف تشوفوا آثار تاع الدم هنا كيف كيف. للأسف ما كانش عارف، من كثر كان هو متحمس ولا حالة الخوف اللي كانت عنده هو ما كانش عارف روحه أنه هو مصاب بالكرتوشة. جيت تشوف في 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 دبشه هناك الكرتوشة مضربة في المخزن نتاعو، المخزن جاب سلاحه كيف كيف حطوا لهنا كيف كيف. حالة يرثى لها، طلبت الإسعاف 397 ثلاث ولا أربع مرات ما جاوبونيش. بالنسبة لهذه الدار في لطفي هذيك منطقة الحادثة الوطني، فما عندنا منطقة الأمن تاع الشرطة الهوية تاع البوتو، هي منطقة دي تعتبر كلها منطقة أمن، يعني ماهوش دار في لطفي تبعد بريس 3 متر على منطقة الحرس الوطني هنا. المنطقة هذيك تبعد كيف تاع الشرطة تبعد حكاية 40 متر ما تفوتش. وقتاش كان التدخل تاعهم؟ التدخل تاعهم كان روتار ياسر تقريبا بريس بعد ساعة تقريبا التدخل هنا. في هذا المفترق اجتمعت العناصر الإرهابية وكبرت تكبير النصر بإجرامهم، واتخذوا هذا المدرج منفذا ليستقلوا سيارة سلبت من صاحبها تحت الضغط ويعودوا أدراجهم إلى وكرهم بجبل السلوم. وكان صاحب السيارة قد أعلم فيما بعد بعملية حجزه تحت تهديد السلاح من قبل الجماعات المسلحة بمنطقة قريبة من جبل السلوم جهة حسن الفريد. وبقيت السيارة التي استعملتها العناصر الإرهابية في مجزرتهم الشاهدة الوحيدة عما حدث.